طبعا المدارس الكرويه مختلفه انها بترجع في الاخر لحسب الامكانيات والجو اللي انت بتشتغل فيه. يعني اعتقد ان اي مدير فني يتمنى ان هو ينجح ويفوز ويحصل على البطولات، وعشان تنجح وتفوز وتحصل على بطولات لازم عندك فريق قوي، عندك امكانيات عاليه. فانت بتبدا تقول انا نفسي ابقى زي جوارديولا، ان العب الكره الجميله الشامله اللي بس ده يتطلب امكانيات. الناحيه الثانيه مثلا سيميوني في اتلتيكو مدريد امكانيات اوسط شويه، فبالتالي بيعتمد على المدرسه الدفاعيه والهجمات المرتده طبقا لامكانيات الفريق اللي معاه، ومع ذلك بيبقى ند قوي وبيعمل وبينافس على البطولات. يعني انا مش هينفع ان انا امسك اهلي او زمالك او فريق صاحب امكانيات عاليه ولاعبيه صاحب قدرات عاليه واقول لهم نبدا مدافعين، لا بالعكس هنبدا نهاجم ونحاول ان احنا نكسب ونفرض سيطرتنا على الفريق الاخر. انما هل برشلونه لما بيفقد الكوره ما بيدافعش؟ بس هي بتختلف هنا بقى في بقى احمد، ان ممكن انت لما بتفقد الكوره لا انت بتعمل ضغط العالي من وقت قطع الكوره في ملعب الخصم، وامكانياتك تسمح لك ان انت ما تخليش الفرق دي تشن عليك هجمات. انما لو فرض ان هذا الفريق بدا يمسك عليك الكوره وبدا يهاجم عليك، بالتالي انت بترجع لنص ملعبك كل اللاعبين وتبدا تمارس المهام الدفاعيه. فهي حسب قدرات لعبتك. انا الناس بتتهمني ان انا او شايفه ان انا صاحب مدرسه دفاعيه، ازاي انا ابقى صاحب مدرسه دفاعيه وعندي هداف الدوري حسام باولو طلع هداف الدوري من عندي، والسنه دي وعمرو مرعي لما جه كان بينافس على هداف الدوري، السنه دي لما فريق الداخليه بيحرز اهداف اكتر من النادي الاسماعيلي. يعني لو جبت احصائيه هتلاقي هجوم النادي الداخليه هذا الموسم اللي هبط فيه الداخليه اقوى من هجوم النادي الاسماعيلي اللي هو بكيانه. اذا انا بلعب مش كره دفاعيه، انا بلعب حسب امكانيات اللاعبين اللي عندي. انما طبعا انا اميل للكره الهجوميه، ولو بصيت وتابعته فريق الداخليه الموسم ده هتلاقي ان هو اضاف فرص كتيره جدا، وصلنا كنا بنوصل لمرمى خصوم كتير يمكن لقله الامكانيات او حسب قدرات اللاعبين بتضييع الاهداف. انما لو جيت عملت احصائيه هتلاقي حسام باولو مهاجم طالع من الداخليه هداف الدوري، احمد تمساح انضم لمنتخب مصر وهو مهاجم نادي الداخليه، عمرو مرعي خرج من نادي الداخليه وهو المهاجم من المهاجمين القلائل في مصر، اخرهم ناصر منسي منتخب مصر الاولمبي. اكتر مدرب في العالم بقتنع بفكره او طريقته، انا شايف ما بين 2 أو 3 وكل واحد حسب فكره. انما يعجبني جوارديولا لانه بيصمم على طريقه لعبه. يمكن في سيميوني موجود في اتلتيكو مدريد بيلعب بطريقه خلاص عارفينها بتاعت اتلتيكو مدريد، انما لما نقول جوارديولا بيروح برشلونه بيشتغل بفكره هو، لما بيروح بايرن ميونخ يغير طريقه اداء بايرن ميونخ ويشتغل بفكره، مع المان سيتي برضه بيشتغل بنفس الفكر. فاعتقد هو بيب جوارديولا. المدير الفني لاي فريق لازم يكون لامن بكل شيء، يمكن خارج الملعب كمان قبل داخل الملعب، وده اعتقد اللي هيساعد كتير جدا على نجاح اي مدرب، وخاصه كمان لو انت بتشتغل في نادي امكانياته بتبقى اقل شويه. يعني في احيانا بعض المدربين الفنيين مش كلهم طبعا بيبقى عايز كل حاجه على الجاهز، يعني هو ينزل الملعب فقط وملوش دعوه غير بالملعب. يعني اي مشكله اللعيبه بره الملعب ملوش دعوه، في الطاقم الاداري يشتغل، في اداره النادي تشتغل عليه. انا بعتقد ان ده خطا كبير جدا. مهم جدا المدير الفني يكون محضر اللاعبين، يكون له دور كبير جدا ودور اساسي في اختياره للاعبين اللي هيمثلوا الفريق، ودي موجوده سمه في جوارديولا. يعني بيشترط قبل ما يروح لاي فريق ان يجيب لعيبه بنوعيه معينه وبعينها تيجي تمثل معاه الفريق عشان تطبق الفكر بتاعه. فبالتالي مهنه مدير الفني مهنه خطيره جدا وشاقه جدا، ووراها اشغال وفريق عمل كبير قوي،
نتيجته بتبان في التسعين دقيقة اللي في المباراة، إنما ما قبل التسعين دقيقة بتاعت المباراة لا، في شغل كتير جدا، تحضير للتدريبات ومن البداية خالص، اللاعبين اختيار اللعيبة، فترة الأعداد، الكلام ده يمكن معروف للعامة، إنما الشغل التخصصي بقى اللي هو التحضير للفرق المنافسة على مستوى الدوري، كل ما يخص بالفريق الآخر في فترة المنافسات، ده مهم جدا المدير الفني يكون لامن بيه. طبعا بترجع هنا بقى للإمكانيات، في مدير فنيين بيبقى معاه فريق عمل متخصص، كل واحد له عمل وبيبدأ في الآخر يتصب عند المدير الفني، وفي بعض المديرين الفنيين اللي هم ما عندهمش إمكانيات هم اللي بيعملوا الشغل ده بنفسهم، إن هو يبدأ يبحث عن الفريق الآخر إمكانياته وقوة ضعفه وقوته على أساس إن هو لما يجي يقابلهم يجد مردود حسن في الملعب.